السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة كويزين سامبل. اليوم غنوجد خبيزات البرجر، مقادير بسيطة بدون بيض بدون زبدة، بطريقة احترافية وجد سهلة. النتيجة مضمونة، كيجيو خفاف ومذاقهم رائع، أحسن بكثير من اللي كيتباعوا في المحلات. فتابعوا معايا لا فيديو للأخير. وغادي نحتاجو كمكونات: كأس حليب، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، وغادي نحتاجو جوج كؤوس وربع دقيق. ملعقة صغيرة ملح، القليل من الخميرة الكيميائية بيكنج باودر، ملعقة صغيرة خل، جوج معالق كبار زيت نباتية، وغادي نجمعوهم بالعجانة أو بيدينا. كما كتلاحظوا العجين كيفاش كيكون رطب. غادي نغطيوه ونخليوه يخمر، ومن بعد ما خمر لينا غادي نشكلو منه كويرات. غادي نقطعوه لستة القطع، ونشكلو كويرات. كنوضعوها في صينية الفرن، ونضغطوا عليها باش ما يجيناش منتفخ. حاولوا نضغطوا عليها شوية ونغطيوها ونخليوها تخمر مرة أخرى. ملي خمروا لينا غادي ناخذوا ملعقه حليب، نضيفوا ليها ملعقه صغيره سكر، نخلطوهم وندهنوا بهم. زينوهم بالسمسم الزنجلان، كيبقى اختياري. وندخلوهم الفرن على حرارة 180 درجة حتى كيطيبوا ويتحمروا، ونخرجوهم. ملي نخرجوهم من الفرن ندهنوهم بالقليل من الزيت. الا بغيتو باش يجيوكم رطبين اكثر، يجيو رطبين حتى من الفوق، ونغطيوهم ونخليوهم باش يرطابوا لينا، نخليوهم حتى يبردوا. كما كتلاحظوا كيجيو خفاف ورطبين. وصفه ناجحه 100%،
مضمونة، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. ولا عجبتكم وصفة اليوم ما تنسوش تخليوا لي لايك للتشجيع وبارتاجيوها مع الأصدقاء والأحباب. ولا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس، ونتلاقاو مع وصفة جديدة.